اعتبرت صناعة السفن الخشبية من المهن العريقة التي اشتهرت بها البحرين ومنطقة الخليج العربي منذ القدم. وعرفت صناعة السفن في البحرين بجلافة السفن نسبة إلى الجلاف الذي يقوم بتسوية الأخشاب ونجارتها وقلافتها، وهي عملية مجهدة تجعل الجلاليف يعملون في ظروف صعبة للغاية من طلوع الشمس إلى غروبها. ولا تستند مهنة الجلاف في صناعة السفن فقط، بل تسند إليه مهمة أخرى لا تقل صعوبة ومشقة عن صناعتها، وتتمثل في مهمة الإصلاح والصيانة. كما يعهد إلى الجلاف بمرافقة السفينة خلال رحلاتها الطويلة، لأن وجوده معهم يشعرهم بالأمان والطمأنينة تجاه أي أخطار قد تتعرض لها السفينة وهي في عرض البحر. ابتدأ استخدام المسامير الحديدية في بناء السفن في البحرين ومنطقة الخليج العربي مع بدايات الغزو البرتغالي للمنطقة في القرن السادس عشر الميلادي، حيث أدخلت المسامير كعامل أساسي في بناء السفن، وذلك لتثبيت أخشاب هيكل السفينة. وفي الماضي تبنى السفن بواسطة الحبال، وتشد جميع أجزاؤها وألواحها بألياف من الشجر، في الوقت الذي أبدى البعض تخوفه من هذه الطريقة نظراً لتشككه في تفتت السفينة وهي في عرض البحر. وكانت طريقة استخدام الحبال في بناء السفن هي الطريقة المستخدمة في البحرين ودول المنطقة، وذلك بأن يأخذ الجلافون الألواح التي يحتاجونها ثم يرتبونها ويضعونها بالنسبة لهيكل السفينة، ويخيطونها بإبرة ضخمة وحبل متين يتخذونه أداة لربط الألواح ببعضها البعض. وهذه الطريقة كانت بدائية، إلا أن السفن التي كانت تصنع بالحبال أثبتت قدرتها على تحمل كل أنواع الرياح وأعتاها التي تتعرض لها في ذلك الوقت. ويصف المؤرخون تلك السفن المصنوعة بالحبال بأنها كانت غريبة
وأن عدداً كبيراً منها يغرق لأنها لا تثبت بمسامير حديدية، ولكنها تخاط مع بعضها البعض بخيط من قشور ثمرة جوز الهند. ويوضح هؤلاء أن الجلافين يضعون هذه القشور في الماء حتى تتخذ السفينة شكلاً لها، ويصنعون منها حبالاً أو خيوطاً يخيطون بها مراكبهم. ويؤكد المؤرخون أيضاً أن هذه الطريقة تدعو إلى المخاطرة بركوب مثل هذه السفن، خصوصاً وقت ما يكون البحر هائجاً وعاصفاً. وقد تطورت عملية بناء السفن في البحرين ومنطقة الخليج ابتداءً من الحبال إلى المسامير الحديدية، في الوقت الذي كانت فيه الحبال من الحاجات الضرورية لأهل البحرين، خصوصاً في تلك الفترات التاريخية. ولذا فقد استخدمت أدوات النجارة العادية في صناعة السفن، فيما استخدمت بعض الزيوت السمكية والمعروفة بالصل لدهان الوجه الخارجي لجسم السفينة بعد الانتهاء من صناعتها. ويطلى الجزء المغمور في الماء من السفينة بالجير المخلوط بنوع من الدهون ويسمى الشونة، وذلك بقصد مقاومة السفينة وحمايتها من عطب الألواح نظراً لكثرة مكوثها في الماء.